Thank you.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah'a emanet olun.
وكلنا ذلك انسان
الدوم السلاسل والأغلام والمقام والصنام وظهور الأوائل والأمكان ولم تلد من أي صنفين أنت ولا سيد أي صنفين كنت وأخرج البخاري وعلي كرم الله تعالى وجل الرحمة إن أعظم ما أخاف عليكم اتباع الهوى وقول الأمل فأما اتباع الهوى فيسوق عن الحق وأما طول الأمل من نسل الآخرة ألا وإن الدنيا قد امتحنت مدبرا وإن الآخرة قد امتحنت مدبرا لكل واحدة منهما ظلمون فكلهم من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل Amen.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.